أنا نستقيل من إدارة مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات. السبب كالتالي: أمس يوم الأربعاء قالوا حظر، قعدنا على الرئيسي جم مواد غذائية باشيني أي حد متاع موطو جاي بعزلة جاي بكده بيحرق، قصدي بتزبط من هو وتمشي يا تطفي النار يا بتعرف من هو بالضبط. وحسابها بعتالي تاني إن إحنا ضد التخريب، اختمرت القوة المشتركة هذه. مدوش معي بكر، نزل واحد من لبوة عنبية دم غزال، مدواش جبد زوز عصية مكنسة متاع المحل وقعد يضرب فيا، فهمت كيفو؟ ونعرف بروحي هنا، قلت له معاك ملازم طاع من إدارة مكافحة الإرهاب جهاز المخابرات، وقاعد يضرب، ضربني هنا في راسي في رجلي، زال في ظهري،